رسالة مفتوحة في الذكرى الواحدة بعد المئة لثورة العشرين الكبرى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وموالاه، وبعد، فنستذكر اليوم ومعنا كل العراقيين الوطنيين ثورة العشرين، ثورة العراق الكبرى، ثورة استعادة الوطن وخضوع المحتل لإرادة الشعب ومطالبه، ثورة الوحدة الوطنية والتسامي على كل الخلافات لأجل العراق وتحريره واستعادته من الاحتلال البريطاني وبنائه بيد أبنائه. وتأتي ذكرى الثورة هذه السنة والعراق وشعبه يعانون شتى أنواع الظلم والمعاناة بوجود الاحتلالين الأمريكي والإيراني وحكوماتهما وأحزابهما والميليشيات الحشدية التي تدين بالولاء لنظام الولي الفقيه في إيران وتفرض سيطرتها على كل مفاصل الحكومة وأجهزتها وجيشها، وتتصرف بالعراق وشؤونه وتعمل فيه تدميراً وتخريباً وتمزيقاً على كل الصعد وفي مختلف المجالات. واليوم إذ نستذكر ثورة العشرين ودروسها وعبرها، فإننا نوجه رسالتنا لشعبنا الصابر الأبي أن الأمل معقود بعد الله تعالى في تغيير الواقع المؤلم في العراق، في تمسك العراقيين بمبادئ هذه الثورة الأصيلة والالتزام بالقيم والمبادئ الأصيلة لها التي يحاول الطارئون على تاريخ العراق وحضارته والمهيمنون على سياسته وإدارته تغييبها وتشويه صورة ما كان عليه آباؤكم وأجدادكم في ثورة العشرين، وتزوير حقائق الثورة وطمس صورها الوطنية الباهرة. إن استذكار ثورة العشرين والاحتفال بها يستدعي منا استنفار طاقات العراقيين جميعاً، ولا سيما العشائر العراقية الأصيلة وشيوخها الثابتون على سناين العز والشرف، فبهم تعود لحمة المجتمع والغيرة على الوطن والأرض والعرض، ومعهم تنطلق حشود الشعب للوقوف بوجه الظلم في ميادين التظاهر والاعتصام. ومنهم يتعلم أبناء العراق السمو على الاختلافات ونبذ الطائفية التي يريد أرباب العملية السياسية والأحزاب والميليشيات إعادتها لضمان بقائهم في المشهد السياسي. فثورة الأجداد ما نجحت إلا بعدما تسامت على الخلافات البينية والمشاعر الطائفية وشعرت بالخطر على العراق كله، فاستنفر العلماء العشائر وثوروا طاقاتها فكانت ثورة العراقيين جميعاً. ويتعزز هذا الأثر المجتمعي للعشائر العراقية بعزم وجهود شباب تشرين الذين حملوا راية التغيير ممن قبلهم من القوى الوطنية وضحوا لأجلها بأرواحهم ليطردوا الفاسدين والأحزاب والميليشيات من العراق وليتصدروا موقف الدفاع عن العراق في وجه المخططات والمؤامرات الخارجية وأدواتهم الداخلية. ولأجل ذلك ندعو اليوم العراقيين جميعاً بكل أطيافهم وفئاتهم للحراك الجماهيري الشامل في كل العراق بمحافظاته وأحيائه وساحاته، لتكون ثورة كبرى كثورة العشرين توقف نزيف الدم العراقي وتحبط مخططات أعدائه وتستعيد العراق من أيدي الظالمين والفاسدين واللصوص، وفي ذلك حل لكل مشاكل العراق بعد الاحتلال، وليبدأ عهد جديد يبني فيه أبناء العراق الغيار عراقهم وينهوا هذه الصفحة السوداء من تاريخه. الأمانة العامة
في العشرين من ذي القعدة عام 1442 للهجرة المباركة، الموافق 30 من حزيران عام 2021.